السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان، كاينه واحد 2200 متر تيتر فرنسي في جنب هاد الصور، هذا شادة بجنب الصور، هي هادي كاملة تبارك الله اللهم بارك، مربعة السكان حداها، كلشي كاين. بالنسبة للوثائق محفظة وبعيدة على مدينة جديدة ب7 كيلومتر، مش بعيدة من جديدة تبارك الله اللهم بارك، جات مربعة مزيان. وما تنساوش الإخوان بالشيرك في القناة. وبالنسبة للإنسان اللي بغى يحفر البير، 60 متر كيلقاو الماء في هذه المنطقة هذه ديال الجماعة الحوزية. هاد البلاصة هذه ديال فين كاينة هاد الأرض هذه قريبة لواحد المدينة جديدة، هنا واحد المدينة جديدة اللي سميتها الريال الجديدة. وبالنسبة للإنسان اللي دفع الترخيص ديالو راه غادي ياخد الرخصة ديال البناء، حيت هاد السيد هذا يلا عندو 2325 عندو الرخصة ديال البناء، دونك هذا حدا غادي ياخد الرخصة ديال البناء حتى هو. اللي بغا يشوفها الإخوان نخلي التليفون ديالي في الفيديو. بالنسبة للثمن، السيد مولاه كيطلب 48 مليون، كلها قابل للنقاش، 48 مليون قابل للنقاش. يلا تبارك عليكم يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.